تخربها وكذي. شنو تسوي مثلا؟ عندك يومين بالاسبوع صيام متقطع، اوكي؟ طبعا من افضل الانظمه الصحي يعالج وايد امراض، شيء مو طبيعي. اليوم انا خربت، اعزموني، دبيته، اليوم الثاني اسوي الصيام المتقطع لمده يومين متواصلين. يعني شلون؟ اقعد من الصبح انطر 6 ساعات بعدين اكل، 3 ساعات اكل فيهم وبعدين انطر 6 ساعات. ويفضل ان انت ما تاكل بالوجبه الثانيه او تخلي وجبه ثانيه بعد تنام، تسوي باكر نفس الطريقه بس اثناء الصيام. طبعا كلها مشاريب، والوجبه نفسها ما فيها سكريات، ما فيها كربوهيدرات، زياده فيها الدهون الصحيه مثل الزبده، زيت جوز الهند، زيت الزيتون. عرفت شلون؟ هذا من افضل الانظمه. رد الدين اللي عليك، يعني حب نفسك، اذيتها ضبطه باليومين الجايين. عرفت شلون؟ كثيرون من الناس ينتقدون المواضيع الذي اطرحها ويقولون لي اين الدراسة يا ابو ماريو، وانا اقول لهم لا يوجد دراسة. لماذا؟ لان بعض الدراسات لا تقول الحقائق. لماذا؟ لان لا تدخل قريشات. فيعني ما يصير ان يباع مثبط مناعة بألف دينار وبضاري يقولوا لهم اكلوا بصلة. ما يصير. فراح يمسكون بضاري من بلوزته ويعملوا له فنجرو. عرفتوا لماذا لا توجد دراسة؟ ولكن بضاري يقول شيئا فعال والناس تتشافتوا بإذن الله.